اهم بقى حاجه في شكل الكره المصريه اللي بتتكلم فيها الجمهور، هنستمر كده الملاعب فاضيه ولا المفروض بقى ان زي يعني المفروض نتقال ان خلاص بقى هيبقى في فان اي دي وهيبقى في الاستادات فيها جمهور على حسب ساعه الاستاد والكلام ده، هل الكلام ده زي الكلام كل سنه اللي كان بيتقال ولا ممكن الكلام السنه دي يبقى مختلف عن السنين اللي فاتت؟ لا انا اعتقد ان اللي حصل في الدوره اولا انت كنت سمعت على التذكره دي قبل كده؟ لا هي طلعت في بس اذا في جديد وفي حاجات كتير فجاه لنا طلعت. لا الجماهير هترجع وانا واثق ان البلد خلاص مستقره لان هناك طرق كتير جدا للسيطره والجماهير بقى لديها الوعي والادراك. بس تعالى بقى قبل ما ترجع الجماهير ارجع لاتحاد الكوره ترجع تقول له ايه؟ وانا قلت الكلام ده برضه قبل كده في بعض المقالات ليه؟ غلظ العقوبات على بقى كله غلظ العقوبات واعلنها من بدايه الموسم اللاعب اللي شهر للحكم 10 مباريات بس يعني اللاعب الاداري اللي يقف على الخط يعمل تربيه المدير الفني لان كل الشراره تيجي من اللي في الملعب غلظ العقوبات غلظ العقوبات وده السواسيه كلها وايه؟ والناس بس العقوبات موجوده للاسف للاسف كان يجي اللي على المدرب العرب 20,000 خصم 1000 جنيه غرامه و 8 مرات ايقاف وتتفرج على اخرين بيعملوا قد اللي بيعملوا بتاع العرب 20 مره ماتش